حسين الحسيني رئيس جمعية فيستيفال تيفاوين التفروت. اليوم حنا الان كنعيشوا يعني فعاليات المبادره ديال الزواج الجماعي اللي هي واحد المبادره عندها واحد الاهميه واحد التميز كبير ضمن فعاليات المهرجان. هذا التميز ديالها هو انها عندها واحد الواقع اجتماعي وواحد البعد كما قلت اجتماعي عند الاسر ولا عند العرسه اللي كتزوج في هذه المبادره، خاصة أنها أصبحت واحد موعد سنوي للعائلات والأسر اللي كتعقد القران ديالها، كتسنى هاد الاحتفاوين باش يكون واحد زواج جماعي. هاد السنة عقدنا 11 زيجة والتحقت زيجة 12 لأنها كانت تأخرت ما عقدش القران ديالها، ولكن التحقت في اخر لحظه. اذا هاد 24 شاب وشابه توجناهم بحضور شرفي ديال وفد رسمي اللي حضر المهرجان التفاوين على راسهم السيد عامل الاقليم تيزنيت وعدد من الشخصيات الهامه على المستوى الاقليم بصفه عامه، وكانوا واحد العدد ديال العروض اللي كتبرز الجانب الثقافي ديال المنطقه والتراثي مرتبطه بالعرس الامازيغي، وكذلك عروض اللي هي سهرات ديال الفنون القرويه اللي حاولنا نبرزوا فيها هذا الجانب هذا. وكنتمنوا ان هذه المبادره ديال الزواج الجماعي تستمر بهذه الطريقه اللي دابت عليها الجمعيه في هذا الاطار، وباش نلمسوا الاهداف اللي حطينا ليها واللي قلت هي اهداف ذات بعد اجتماعي وثقافي، كذلك الاحتضان اللي كيقوم به الشارك الاجتماعي ديال هذه التظاهره كنتمنوا انه يستمر باش كيف قلت انه المهرجان يكون عنده واقع اجتماعي كذلك الى جانب الابعاد الاخرى اللي حطينا عليه اللي هي ثقافيه فنيه وتنشيطيه. شكرا. كنشكروا هاد الناس الموطنين وهذه بادره طيبه بادره حسنه كيشجعوا الشباب ديال المنطقه اللي باغيين يأسوا الأسرة ديالهم كيشجعوهم باش يتزوجوا وكيدعموهم، وكنشكرهم وكنشكروا الناس المنظمين وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.